قانون مكافحة الإرهاب في العراق طابع فضفاض يحمل في طياته تفاصيل واسعة ويندرج تحته عقوبات لا حصر لها، خلف آلاف المعتقلين في السجون وفقاً لهيومن رايتس ووتش. وإلى الواجهة تعود جدلية التعريف الواضح لمفهوم الإرهابي، وهو الأمر الذي طالما أخر إقرار قانون العفو العام المنصوص عليه في ورقة الاتفاق السياسي، وهذا ما تحدث عنه رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، والذي كشف عن شهادات حية تقشعر لها الأبدان. ابنها الكبير جاي من دبي رقم واحد، ورا ما ذولا كلهم انعدموا، جاي من دبي وساكن بحي البساتين ببغداد، هم بوشاية ومحكوم انتماء اغتيابه. شلون انتماء ذولا؟ شلون انتماء للإرهاب؟ والإرهاب أخذ كل أخوته، قص روسه. وكثير من هاي الحالات عندنا في مناطق، فثبتنا مبدأ عرفوا جريمة الانتماء. وفي سياق اكتظاظ السجون العراقية بالمعتقلين، ترفض وزارة العدل الإفصاح عن عدد المحكومين بتهمة الإرهاب مراعاة لاعتبارات معينة، وتبرز هنا مأساة أخرى لاحقت العراقيين لسنوات، ألا وهي تشابه الأسماء. واحد بالموصل لقيته محكوم إعدام، كل عربنا، خليل إبراهيم، محمد جاسم، جاسم محمد، لقيت عنده تشابه بالرباعي. مرة زرت الموصل لقيت عنده تشابه بالرباعي واللقب، محمد جاسم محمد مدري شنو، جبوري محكوم اعدام وواصل بال 2017 راجع هو واهله لل بعد تحرير الموصل، راجع للمنطقة، فواصل للسيطرة، داقينا بالحاسبة رباعي ولقب، اخذوه هو المطلوب. ولعل الإعلان الصريح للجهات الرسمية عن وصول نسبة الاكتظاظ في السجون إلى 300% يعكس الحاجة الماسة إلى إعادة النظر بمحاكمات سابقة تم الأخذ بها خلال سيطرة داعش الإرهابي على محافظات عراقية.